حقيقة ناس كتير قوي بتفتكر انه تدخين الشيشة مختلف عن تدخين السجاير او اضراره اقل او ان هي فيها حاجة مختلفة، لكن الحقيقة في الاخر هي بتحتوي على نيكوتين، بتحتوي على نفس السموم اللي بتحتوي عليها السيجارة او اي نوع من انواع التبغ، بل بالعكس احيانا بيبقى حواليها مخاطر اكبر شوية علشان طريقة استخدام الشيشة. يعني لو انا بستخدم الشيشة دي في مكان عام حتى لو بغير المبسم بتاعها ما زال المجرى اللي بيعدي فيه الدخان بيعدي فيه النفس بتاعي، فممكن يتنقل عن طريقه امراض كتير. طبعا وللأسف مع فكرة الفيروسات الموجودة حوالينا الخطر بقى اكبر واكبر. طيب لو انا بستخدم الشيشة دي لوحدي في البيت فانا كده بعيدة عن العدو، ايوة، بس الحاجات اللي بتتحط فيها والاحتراق اللي بيحصل فيها والكمية اللي انا بشربها ممكن تخلي اضرارها اضعاف. يعني انا مثلا انا بشرب في اليوم مثلا علبة سجاير فبشرب 20 سجار، في حين ان اللي بيدخن شيشة بيستهلك الكمية اللي بيستهلكها قصاد علبة السجاير، فهو بياخد نيكوتين اكتر كمية سموم اعلى. فلا، هي اضرارها يمكن اكبر بكتير من السجاير، وسهولة استخدامها والحتة اللي فيها، يعني عادة ان انا امسك الشيشة بتخلي الموضوع فيه شكل لبعض الناس شيك شوية، ببقى ستايل شوية، فبيخلي استهلاكي اعلى واعلى كمان. لو في حد بطل سجاير وبيسمعنا دلوقتي، اولا انا بحب اهنيه وادعمه واقول له انت عملت اخدت احسن قرار في حياتك، قللت كتير من الاضرار اللي انت ممكن تمر بيها. الحقيقه كمان بحب اقول للناس اللي حواليه ان احنا محتاجين ندعمه قوي، نوصل له رسائل ايجابيه، وبطلب منه ان انت محتاج طول الوقت تبقى قاعد مع ناس بتدعمك على انك تبطل. الناس اللي كانت بتطلب منك طول الوقت انت صحتك استهلاكك للسجاير كتير انت محتاج انك تبطل، الناس دي انا محتاج اقعد معاهم في الفترات اللي بحس ان رغبتي في ان انا ارجع ادخن اكبر، انا محتاج اقعد مع ناس تدعمني، محتاج ابعد عن اي حد بيوصل لي رسائل سلبيه او بيتعامل مع فكره التدخين انه ايه المشكله ان انا ادخن ودي حاجه عاديه وطبيعي انك ترجع تاني تدخن، انت بقالك سنين بتدخن. أرفض إن الناس تدخن في أماكن مغلقة وأنا متواجد معهم، وده حقك وحق أي حد إن يرفض إن حد يستهلك تبغ جنبه وهو في مكان مغلق لأن هو بيأذيني. فابتدي أصرح بده بشكل واضح، أبقى حازم جدا وأنا بتكلم مع الناس اللي حواليا في فكرة إن أنتوا لازم تساعدوني في إني أبطل تدخين. وأحب أطمنك إن رغبتك في السيجارة أو في استهلاك التبغ أو في النيكوتين هي رغبة لحظية، مجرد ارتباط شرطي بينك وبين الحاجة دي لمدة سنين. لو انت عديت اللحظة اللي بتحس فيها انك عايز تشرب سيجارة من غير ما تشرب، كمان شوية تحس ان الرغبة دي قلت بشكل كبير. فكرة ان السيجارة او استهلاك التبغ بيزود التركيز هي جاية من فكرة انه النيكوتين لما بنيجي نستهلكه هو موصل عصبي في النهاية، يعني بيشتغل على مستقبلات معينة في المخ، مكان مستقبل او موصل عصبي تاني ربنا خلقه لنا. فبنحس في الاول ان احنا تركيزنا اعلى، مزاجنا افضل من الاول، وانها بتساعدنا. بس الحقيقة بعد شوية الفكرة دي بتقل، وببقى مجرد ان باخد السيجارة عشان اتعامل مع عرض الانسحاب اللي بيحصل لي. بمعنى ان انا لما بخلص سيجارة وبيعدي وقت ببتدي احس ان انا مش مركز، انا عايز اشرب سيجارة تانية. ده مش لان النيكوتين هيزود تركيزي، ده لان انا حاسس بعرض انسحاب عدم التركيز وان انا مش عصبي او متوتر، فعايز اخد السيجارة دي عشان تعالج العرض ده لانه عرض انسحاب مش لان هي حاجه مفيده. احنا عندنا موصل عصبي اصلا بيساعدنا على التركيز، احنا بنستغنى عنه لما بنستخدم النيكوتين، كاننا بنقول له اركن شويه كده، النيكوتين هو اللي هيقوم بدورك. في حين ان انت اول ما بتبطل سجاير وتمر باعراض الانسحاب دي بعد شويه بيرجع معدلات تركيزك عاديه جدا، بتبتدي ما تبقاش عصبي، بتبتدي تتعامل مع الحياه بشكل طبيعي، مع الاخذ في الاعتبار ان انا غيرت شكل حياتي بشكل صحيح. الحقيقة ان احنا اول ما بنبطل تدخين في حاجات بنحسها في معدلات او في وقت قليل قوي. يعني مثلا المدخن حتى ما بين اول سيجارة والسيجارة اللي بعديها بعد 20 دقيقة بترجع معدلات ضربات قلبه لمعدلها الطبيعي بشكل طبيعي جدا. بعد 12 ساعة بترجع نسبة اول اكسيد الكربون في الدم لمعدلها الطبيعي. والحقيقة انه بعد اسبوعين بتقل خطر اصابتك بأزمة قلبية، بتتحسن حالة الرئة بشكل كبير، وحتى انت بتحس ان وانت بتاخد نفسك بيبقى اسهل بكتير من الوقت اللي كنت بتدخن فيه سجاير. بعد مرور شهر بيبتدي يختفي النهجان، يعني لو انت طالع سلم كنت في الاول بتحس انك بتنهج مع الدور الاولاني او الدور التاني، الحقيقة بعد الشهر بتحس ان انا ممكن يعني ابذل مجهود اكبر في عدم وجود نهجان، نفسي بيبقى احسن،
احسن بكتير من الاول. الكحه اللي انت بتحسها او فكره البلغم اللي طول الوقت كان بيطلع في اول اليوم، يمكن كل المدخنين عارفين كحه الصبح دي، بتبتدي تختفي تماما بعد مرور شهر، بعد مرور سنه. وانا بهني اي حد بيكمل سنه بدون استخدام نيكوتين او اي نوع من انواع التبغ، بيقل خطر اصابته بامراض الشرايين التاجيه بشكل كبير. والحقيقه لما ربنا يكرمك وتكمل 5 سنين من غير استهلاك نيكوتين او اي نوع من انواع التبغ، بيقل خطر اصابتك بجلطات المخ. والحقيقه ان احنا في الاونه الاخيره بنسمع عن دخول شباب في سن صغير الرعايات المركزة بسبب جلطات في المخ، جلطات في القلب، انسداد في الشرايين التاجية، وما بيبقاش فيه اي سبب يفسر حدوث حاجة زي كده غير انه في التاريخ المرضي بتاعه هو مستهلك بشكل كبير لأي شكل من اشكال التبغ ايا كانت هي ايه. فبعد مرور فترة طويلة انت بتحس انك بتعمل لصحتك، بتحسن لصحتك، بتحسن اللايف ستايل بتاعك، وبتبقى ضامن انه العمر اللي ربنا كاتبه لك هتعيشه بشكل صحي اكبر. وتأكد ان احنا هنبقى معاك وهنساعدك في اي خطوة وفي اي قرار هتاخده. ولو انت محتاج مساعدة تقدر تتصل برقم 16805، ده الخط الساخن الخاص بالتدخين في وزارة الصحة، هيساعدوك وهيرجعوا معاك الخطوات دي، وكمان هيدلوك ازاي تلجأ لمتخصص علشان يساعدك في قرارك.